السلام عليكم اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي النهاردة معدنا والجزء الثاني من المراجعة النهائية يلا بينا نبدأ <applause> آه الطيب الثاني من الاسئلة اللي معانا في الريفيجن دي او بنك الاسئلة اللي هو خاص بالبحر الأحمر بيقول لي the ذا answer انسر نمبر My father uses space to pay electricity bills. Mm -hmm. applications برافو عليكي الابلكيشنز اللي بنزلها على الجهاز كل الابلكيشنز دي بيقول لي ماي فازر يوزز اي تو باي الكتريسيتي بيلز فواتير الكهرباء قلت له يوزز uh, ابلكيشنز زي فوري زي نستا باي كل دي ابلكيشنز يو كان باي فروم اف يو انستول ان يور موبايل اوكي ويليام تاينر از ا ساينتست ان ذا فيلد اوف كالتشر انثروبولوجيست كالتشر انثروبولوجي مس اللي هو علم دراسه الانسان اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بيفضل يدرس ردود افعال الناس في المواقف المختلفه عشان يقدر يحل مشاكلهم بالتكنولوجي برافو عليكي اوكي اخر ما زهقت يلا يا باسل آه هي نمبر 3 المفروض everything a person leaves behind when using the internet is ها باسل which one يا حبيبي i didn't hear the answer digital tools نو no. ركز معايا كده يا باسل بيقول لي ايفري ثينج بيرسون ليفز امتى؟ اي يعني يعتبر كده اي اثر بيسيبه الشخص امتى؟ when using ذا انترنت طب احنا اتفقنا فاكرين ريكورد everything ثينج يو دو اون هو عشان كده انا قلت لكم في بعض الصياغات كده ايه جايه بشكل تاني ريكورد ايفري ثينج يو دو اون كان معناها انه بيسجل ان اي حاجه بعملها على الانترنت بتسجل ريكوردد فهو هنا بيقول لي ايفري ثينج A person leaves behind يعني الأثر اللي بنسيبه when using the internet يبقى يبقى which one of these يا باسل digital citizenship أو ولا digital food brand ولا digital tools أيوه برافو عليك هو بس إيه لعب لي بالمعنى كده أو بصياغة الكلام عشان يشوفك فاهم ولا لأ everything a person leaves behind هي هيها everything ايه record everything you do online the same meaning لأن everything a person leaves معناها أي أثر بنسيبه فين while using the internet ده digital footprint تمام digital citizenship is the ability to use digital technology ethically responsibility and civil okay آه, برافو عليك بيقول لي إيه بقى digital citizenship is the ability to use digital technology ethically, responsibly, and safely. كل دي مؤشرات digital citizenship. حضرتك عشان تبقى digital citizenship لازم to, to have the ability ان انت تتصرف ethically, responsibly, and safely. يبقى عندك قدرة على تحمل المسؤولية وتتعامل بالأخلاقيات المفروض والرولز لاستخدامات التكنولوجيا او الانترنت برافو يا محمد demonstrating positive behavior in my dealings with others via the internet okay is considered يا ترى يا ميس considered ايه فبيقول لي uh, piracy rights responsibility اه هي responsibility ان حضرتك تظهر demonstrating يعني يظهر يعني preview uh positive behavior in my dealings with others online, lam mahadrtaktip a daiman, show positive behavior, na unalism nib atul what positive, this is one of your uh, responsibility. The mist ulia ali can a daiman tip positive with others online. Number six, the process of communication between individuals at the same time, at the same time is known as space communication. A synchronous paper synchronous <تكلم> <تكلم> وتش <برافو تكلم> وان يا قلبي برافو عليكي سينكرنس كوميونيكيشن يا مس لانه قال لي ايه يا ولاد? ات ذا سيم تايم واحنا قلنا قبل كده ات ذا سيم تايم ات مينز ناو فاي كوميونيكيشن يبقى يديني ناو ات مينز سنكرنس كوميونيكيشن اوكي لانها بتحتاج اميديت ريسبونس او ان حد يرد عليا على طول برافو يا ملوكه يلا يا زيزو نمبر 7 You can communicate more between two people via the internet through video chat. Excellent. You can communicate more between two people via the internet, okay؟ طبعاً مادام قال لي communicate more يعني احنا communicate together now, okay؟ معناها إن احنا two two persons أو two people communicating now. يا ترى بال application electricity؟ كمباني اللي جاب بقى الابلكيشن بتاعت الالكتريسيتي ولا تي في بروجرام ماليش حتى لايف بروجرام بعدين بيقول في في كوميونيكيشن بتوين تو بيبل يبقى ما فيش غير ايه يا اولاد الفيديو تشات برافو عليك allow <ألام> sending message over the internet instant message برافو عليكي instant messaging اول حاجه <جيشن> لي <أهدوغاني> اصلا <أصنع> way to send the message over the internet الميثود اللي قدامي اللي هي instant messaging برافو عليكي فيهاش اي حاجه يلا يا تيا نمبر 9 يو كان رايت ا كومنت اند تشينج مسج وذ بارتيك بارتيسيبانتس بارتيسيبانتس اللي هم المشاركين معايا ثرو انستا مسج خدي بالك بيقول ايه يس اكسلنت برافو عليكي ايوه مش عايزه حد يغلط اصل هم كلهم انا اقدر ابعت فيهم مسج بس هو بيقول ايه يو كان رايت كومنت هنكتب او هنعمل ريبلاي اند اكسشينج مسجز وذ بارتيسيبانس يعني في ناس كتير معايا وذ بارتيسيبانس ثرو ايه مين بقى اللي بيوفر لي ان يبقى عندي معايا ناس كتير ونعمل اكسشينج للمسجز يبقى اللي chat رومز هي اللي بيبقى فيها لوت اوف بيبل او جروب اوف بيبل وي كان اكسشينج او بارتيسيب او يعني send a message to each other chat room it's the most يعني الاصح في كل اللي موجود بيقول لي we write the subject of the email in the space line from ولا to ولا subject the subject of the from. email في in which line from ولا to ولا subject subject أيوة the title أو the subject بنكتبه في the subject line أما للتو ده بنكتب فيه إيه email of the participant أو the person you would like to send him the email شخص اللي هبعت له الإيميل بكتبه عندي في the to line لكن السبجكت اللي هو التايتل ممكن يقولي لي اوف ذا ايميل هكتبه فين في السبجكت لاين برافو يا باسك يلا يا محمد نمبر 11 برافو يا اولاد في من يا راجل يا راجل يا محمد بيقول لي فيتشر نمبر 11 فيتشر بروفايدد باي ناشونال جيوغرافيك ذات بروفايدز مابينج تولز يعني اه آه طبعا شور sure, يا ميس اتس انتراكتيف ماب هو ايه لي اهو مابينج تولز طب وانا هجيب المابينج تولز دي منين من الانتراكتيف ماب طب هو قال لي ليه يا ميس ان هي بروفايدد فروم ناشونال جيوغرافيك لان الابلكيشن بتاع الانتراكتيف ماب اتس اولسو فروم ناشونال جيوغرافيك اوكي The same Yanni source. So it's an interactive yeah. map. Okay? Yeah. Yala, yamin. Yala, Number twelve more. Source of the internet that enable children children to find the popular information on virus topic. Yeah. National Geographic Kids. Bravo Ali. هجيب information for different أو various various يعني different topics هي بين children آه. كلمة اه برافو عليك وعشان كمان قال لي information احنا في لابي عارفين ان هو virtual laboratory أو experiment عشان اعمل عليه تجارب زي الساينس والinteractive ماب ميكر عارفين ان هو لازم يقول لي ان هو بيعمل اي حاجه للماب Mean will information for uh, various topics or different topics. Like National Geographic Kids, you will find the information for a science, geography, uh, animals. You'll ali information for So it's the right answer. National Geographic Kids. National Geographic Kids. Okay. National Geographic Kids. It's the right answer. Yalla, number thirteen, yamelat. it allows teachers and students to communicate with each other via the internet م -م. learning in environment. environment برافو عليكي لانه ولا واحد اللي هو زي ضمود مثلا بيقولي it allows teachers and students to communicate with each other via the internet ده معناه زي ضمود يا مس طب هو مش جايب لي ضمود هنا يبقى اختار على طول learning environment learning environment برافو عليكي يلا يا زياد Number fourteen. The space website provided a huge amount of information mm -hmm. uh, available available to, available to Egyptians for free. Okay. Egyptian knowledge bank. Yes, provide huge amount of information for free. It's Egyptian knowledge bank. Egyptian knowledge bank. Bravo, Ali Yalla, Yamin. يلا يا رؤى. ذلابي. OK، space برافو عليكي. virtual Lab أهو، get، get تاني. Platform for a student enable them to do إيه؟ lab experiment. يبقى VLABI، برافو. هي سوري هي محلولة أصلاً فهتحل اللي بعدها. <applause> يلا. OK، number 16. When conducting a search. Yes. When conducting a research, space must be mentioned in the final report. إيه ده نهاية السؤال إيه بقى اللي must be mentioned in the final of the report uh, information source short articles um, short no um, uh, information sources excellent برافو عليك برافو yes لازم يا ولاد when conducting a research خلاص عملنا بحث You have to put a, or you must mention the source of your information at the final of the report. لازم اجي في آخر الربوت كده وعمل ايه؟ احط السورس بتاع ال information. اجيب تكلم So it's the right answer. Bravo عليك. Information sources. Bravo. يلا يا Tia. such as, is may contain network social social information full of opinion. and yeah. all the all of the previous <applause> <applause> برافو عليكي سايتس معلش انا بتعبكوا شويه النهارده بس عشان نبقى ريدي للاكزامز يا اولاد برافو عليكم سايتس يعني انا ما لازم انا في ستيدنت ممكن يحل الاكزام كله صح لو تقرأ له فانا مش عايزانا مش عايزه نبقى كده انا عايزه ان احنا نقدر نتعامل مع الانفورميشن حتى لو بقرا غلط حتى لو في كلمات صعبه عليا بس في الاخر انا عارف احل السؤال صح لان ده في الاخر مش انجلش exam، اوكي؟ okay? sites such as space may contain networking social information full of opinions and errors. بصو اول ما قال لي social information يعني معلومات طبعا opinions and errors. فده زي مين؟ ايه sites دي؟ احنا واخدين ثلاثة. البلوج والويكي والفيسبوك. فعشان كده هقول all of the previous. برافو عليك يا تيا. يلا يا محمد. لا باسل للاول. space when facing problems the problem must be divided into لا ده ما فيش سبيس هنا سوري 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 هنا خطا في الشكل السؤال بس المفروض على طول when facing problems the problem must be divided into a برافو عليك small parts او small section كنت بقول لو انا عندي back problem او complicated او complex problem you have to divide into parts تمام يلا يا محمد number 19 19 powerpoint program is used to create presentation شكرا sure يامس الباوربوينت use تو to create presentation بي بي باوربوينت presentation it's easy يلا يا عمار number 20 خد بالك ال choice في الصفحة اللي بعدها is a از is a first step on conduct digital search and obtain and obtain reliable contact? ده سـ سـ source of information؟ أوكي okay. طب لـ let’s start كده من الأول. بيقول لي space is the first step، يبقى هو كده بيحدد لي إن دي الـ first step في إيه؟ to conduct digital research عشان تبدأ تعمل research يا عمار and obtain reliable content وتبدأ من مصادر reliable يعني كنـ يعني trusted. فبيقول لي determine the research topic ولا plan ولا source of information يعني يا عمار يا حبيب قلبي لما اجي اقول لك اعمل لي ريسيرش واسيبك وامشي انت كده هتعرف تعمل لي ريسيرش؟ يعني ما اقول لك اعمل لي ريسيرش يا عمار وامشي انت مش هتعرف تعمل ريسيرش ليه؟ عشان مش عارف اسمي برافو عليكي برافو عليكو دي رؤى ولاديه برافو عليكي شفت بقى اه شفت بقى آه يا عمار يعني انا ما قلتلكش ايه الريسيرش عن ايه؟ يعني اول سؤال لي يجي تقول اعمل ريسيرش عن ايه يا مس So the first step to know the topic they know the title of your research determining the research topic يعني تحديد التايتل او التوبيك uh, الموضوع اللي هنعمل عليه الريسيرش اتس ذا فيرست step اتس ذا فيرست ستاب تو ديتيرمين ذا سيرش توبيك لازم احدد determining يعني احدد ال الريسيرش توبيك التوبيك ده هيبقى البحث ده عن ايه دي اول خطوه لازم اعملها او اعرفها اصلا عشان اقدر اعمل ريسيرش هو ايه الموضوع تمام يا عمار This is the first step. Okay. بعد كده تيجي الخطوة بتاع السيرش وإن أنا أختار ده the, إيه؟ the, uh, وبعد كده أعمل إيفالويت وبعد كده أعمل زي أو رايت ذا وفي الآخر خالص أعمل منشن لكل السورس في خطوات كده خدناها لهاو تو ميك أ ريسيرش أو تو كوندكت ريسيرش. الفيرست ستيب أكتر واحدة بيجي يسألني دايما عليها اللي هي ديتيرمين ذا ريسيرش توبيك. تمام. يلا يا ملك نمبر 21. Of speak between the edge of the uh, stickers and its content. content. Oh, it's the amount of Mer space between the edges of the of the booster and its content. Mer ميرجن برافو عليكي احنا قلنا في اي بوستر لازم يكون عندي سبيس او الديفينيشن بتاع الميرجن اللي هي السبيس بتوين ايجز اللي هي المسافه الفاضيه اللي حوالين كل لوحه كده او بوستر بنشوفه بنسميها الميرجنز او الهوامش بتاع الديزاين بتاعي برافو عليكي يا ملك يلا يا زياد نمبر 22 ديزايننج بوسترز ات از امبورتنت تو تشوز كلير فونت size كلير فونت سايز نو لما بنيجي نقولها على الفونت سايز بنقول سامبل فول سايز ايوه كده لان الفونت سايز هنقول عليه سامبل لكن الايمج هي اللي بنقول عليها كلير اللي هي ان الصوره تبقى بالنسبه لي مش واضحه او نوت كلير او مضببه كده بلوري وين ديزاينينج بوسترز اتس امبورتنت تو تشوز كلير ايمجز اوكي لازم الصوره بتاعتي تكون واضحه تمام كومن يوز سبيس بوستر tableboards billboards, billboards. that may match the content. برافو mm -hmm. عليكي excellent.it's common to use space in posters or billboard that match يعني suitable with the content. الcontent يعني الكلام اللي أنا كاتبه، طب أنا المفروض أختار إيه يكون مناسب للcontent أو الكلام اللي أنا كاتبه في البوستر بتاعي. الإيمجز لازم قلت لكم قبل كده ما أكونش أنا بتكلم عن الستيدنت، يعني إيه علاقة الكلب مع الستيدنت؟ لازم أجيب حاجة related. It's a comment to use images. I'm number 24, yeah, 10. Following the steps of how to prepare a falafel sandwich is considered algorithm. Even. بيقولي following following steps how to prepare a falafel sandwich is considered algorithm. قلت أول أي حاجة فيها ستيبس ان سيكونس تبقى على طول ألجوريزم برافو يا تيا يلا يمين يلا يا باسل 25. سينكريزم. سينكريزم برافو عليك أول ما يقول لي at the same time يا ميس يعني now يبقى سينكريزم كوميونيكيشن برافو يا باسل يلا يمين يلا يا عمار. The space that can be followed is considered a type of algorithm. آه يا ترى يا عمار هتختار إيه؟ تاني واحدة. تاني واحدة. publications no يبقى كده مفيش الا ايه مستنياك يا عمار ده أه اللي هي تالت واحدة ايوه ليه اصل publication معناها المنشورات ايه ايه بقى اللي هو ايه the publication that can be followed is considered a type of algorithm طب ايه علاقته يعني بالالجوريزم انا عارف ان الالجوريزم بتبقى ايه series of steps مين بقى الجايد لاينز الجايد لاينز ممكن اقول عليها اللي هي series of steps يعني ايه جايد لاينز يا مس يعني لما اجي اديك تعليمات كده لو سمحت لما اجي اقول لك دايركشن مثلا جو ستريت تيرن رايت ذن تيرن ليفت ذن جو اب انا كده بعمل ايه بديك جايد لاينز تعليمات الجايد لاينز فكره الجايد لاينز يعني تمشي عليها بالترتيب هي لما ماما تديك تعليمات وانت رايح مثلا خارج بره البيت لمشوار معين او رايح التمرين وماما تقول لك انزل اركب كذا اعمل كذا هي دي مش جايد لاينز تعليمات هل انت ينفع تعمل حاجه قبل حاجه او ما تسمعش كلام ماما في بوينت منهم يبقى كده مش هتوصل للمكان اللي انت عايزه صح. فالجايد لاينز معناها الانستراكشن او الكومادز او الستبس فهي اللي بتمثل لي الالجوريزم. وصلت يا ولاد؟ The space that can be followed by uh, is considered a type of algorithm الوحيده انترنت ولا بابليكيشن ولا جايد لاينز لا هي الجايد الوحيده اللي تنفع لان الجايد لاينز معناها انستراكشن او تعليمات او توجيهات بتبقى دايما ان سيكونس فهي بتمثل لي الالجوريزم اللي هي الستبس series of steps in sequence مجموعه خطوات بالترتيب تمام used in computer to perform ask uh, a search engine to give search re uh, results همم mm -hmm. بيقول لي space uh, used in computer to perform tasks and search engine to give re search results which one ألجوريزم آه برافوي ألجوريزم برافو يا ملك وهتكوني شكتي بس في إجابتك بيقول لي يوز إن كمبيوتر تو بيرفورم تاسك أما قبلنا قبل كده أصلا اللي بيساعد الكمبيوتر إنه يعمل المهمة بتاعته وكمان السيرش انجن تو جيت ريزلت الألجوريزم يا مس الستبس اللي هو بيعملها من غير إحنا طبعا ما نشوفها اللي هي إن سيكونس بتبقى الألجوريزم سيريز أوف ستيبس ذات آه بصوا زياد اول ما الاقي سيريز اوف ستابس قال لك خلاص بقى ما انا عرفت تو هاو تو بيرفورم تاسك تبقى الجوريزم برافو عليك يلا يا رؤى نمبر 29 There are many websites such as space to learn coding Excel لا كود كود اورج ايوه كود يا احنا قلنا ان ده الويب سايت ذات يو كان ليرن كودينج فروم تمام يلا نمبر 30 يلا يمين، يلا يا space you watch was designed by coding software بوس. okay. بيقول space you watch was designed by coding software movies ولا animation بوس يا مس احنا قلنا كل الموز والanimation. يعني we see or we watch. ده اللي بيست... اللي بيعملها لي مين البروجرامر يوزنج كود برافو عليكي يا يلا يا محمد 31. Okay, uh, we can edit using the paint program Presentation uh, We can edit space using the paint program. Presentation، الـ presentation يا محمد مع الـ paint programs. او طبعًا. الـ paint يا مستر محمد يبقى مع الـ أو الـ أي حاجة خاصة بالـ أو الـ photo تبقى الـ paint program. تمام نركز في أسئلة ما ينفعش نغلط فيها محمد يلا يا عمار 32 We can add text to image using space program uh, the paint Okay We can add text to image using space program paint برافو عليك أنا بعدل على الصور واكتب عليها من خلال البينت paint program يلا يا ملك 33 You can add uh, reduce images in paint program. ها، you can space and reduce image in paint program. قط. <applause> ما هو reduce the image يعني you can space and reduce the image in paint program. أنا بقدر في ال paint program أعمل حاجات كتير بس هو بيقول لي reduce يعني هقلل أو أصغر الصورة يبقى طبعاً هختار cut لإن enlarge معناها إن أنا أكبر الصورة. برافو يا ملوك. يلا يا زيزو. to run the presentation إحنا ما خدناش غير وان بوتن بريز ده اف 5 key. from the keyboard to run the presentation اللي هي السلايد شو F5 برافو عليك. Okay, one of the success factors of your presentation is using short sentences. برافو عليكي. لأنه بيقول لي احنا واخدين إن احنا دايماً في الباوربوينت المفروض نعرض ده إيه؟ Uh, يعني less information ما نرغيش كتير ما نكتبش كتير في الباوربوينت and if you find picture and express the text put the picture in instead of the text لما لقي صورة بتعبر عن الكلام أحط الصورة أفضل أو ده معناه كل الكلام ده الرغي اللي أنا قلته ده معناه إيه معناه use short sentence الوحيدة اللي تنفع as a one of the success factors طبعا ياتية الأخيرة اخر حاجه معانا في الريفيجن بتاعت النهارده يا اولاد وانسرد بيقول سبيس ار ذا موفمنت اوف وردس اند ايمجز اه اه بيقول لي ذا موفمنت موفمنت اوف وردس اند ايمجز لما جيت اعمل انيميشن للوردس والايمج جوه الباوربوينت كانت دي اسمها ايه؟ كان اسمها الانيميشنز او الحركه لكل الكونتنت بتاعي اللي جوه الباوربوينت وهي آه انا نسيت اشيل بقى الانسر سامحوني، اوكي؟ اتس انيميشن يمثل موفمنت للوردز والايمج وكل الكونتنت اللي جوه الباوربوينت بنسميها انيميشن. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهايه حل بنك الاسئله او ريفيجن آه او نماذج الاسئله الخاصه بال بالبحر الاحمر واقدر اقول لكم السلام, السلام عليكم.